بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أريد بداية أن أشكر الإخوة والسادة العلماء في هيئة علماء المسلمين في العراق والقسم العلمي فيها على سبيل الخصوص لإقامة هذا المؤتمر العلمي وتحملهم الصعاب لأشهر حتى وصلنا إلى ما نلامسه هذا اليوم من التنظيم وحسن الضيافة، فبارك الله فيهم وسدد خطاهم إن شاء الله. عندما نتكلم عن الشيخ عبد الرحمن بن الخياط القرداغي وجهد من جهوده العلمية المباركة، فإننا نتكلم عن قامة علمية كردية كبيرة خدم العلم لأكثر من 60 سنة من العمر، وتخرج في مدرسته المئات من طلاب العلم من أمثال الشيخ أمجد الزهاوي والشيخ محمود شكر الآلوسي والشيخ الحاج عبد القادر الخطيب وغيرهم. نتكلم عن حلقة وصل بين الكرد وإخوتهم، الحلقة التي هي أكبر من القومية والحدود الضيقة المصنعة الأخرى، حلقة الأخوة في الله والاجتماع على مائدة العلم والأخذ والعطاء في سبيل الله. فكم هم وما أكثر عدد من تركوا مواطنهم وشعروا بالإطمئنان والسعة ولمسوا الجو العلمي والهمة العالية لطلب العلم في ربع بغداد والموصلة وغيرها من مدن الرافدين، فصاروا قبسا يستنار بهم أينما حلوا. الشيخ عبد الرحمن بن الخياط القرداغي أخذ العلم في كردستان وبغداد، إذ أجازه مفتي العراق الشيخ محمد فيضي الزهاوي ووالده الشيخ محمد ابن الخياط القرداغي، وله من التآليف العلمية ما يزيد عن 20 في مختلف العلوم، وهي حتى الآن مع الأسف أغلبها مخطوطة، وخرج إلى نور النشر والتحقيق والدراسة القليل منها في الآونة الأخيرة على يد طلاب العلم والمحققين لنيل الشهادات العليا. هذا العلم من أعلامنا ولد سنة 1253 للهجرة في قرداغ، ورحل في طلب العلم إلى السليمانية وكركوك وبغداد، وأخذ الإجازة العلمية كما سبق أن أشرنا من الشيخين الجليلين المذكورين وهو في العقد الثاني من عمره، وقد بدأ بالتأليف وله من العمر 17 سنة عندما كان في السليمانية. والآن نكتفي بهذا القدر من حياته ونتكلم شيئا عن كتابه فتاوى فقهية، ونقرأ حسب المقدور والمتسع شيئا من مقدمة البحث وخاتمته على أمل أن يكون مفيدا مع ما كان عليه من التلخيص والإيجاز. فمن الظواهر التي نلاحظها في التأليف في التراث الإسلامي جمع الفتاوى وتدوين استفتاءات الناس الشرعية مع أجوبتها، ونظرا لأهمية هذا النمط من التأليف من الناحية العلمية عموما ومن النواحي الاجتماعية والفكرية والثقافية والتاريخية من جانب آخر، توجه العديد من العلماء المتضلعين نحوه، فالطريق غير مسلوك من الجميع لأنه يحتاج إلى تدقيق وفهم ومكانة واطلاع وسعة علمية وفكرية، فالعمل جبار وآثاره محمودة في الدارين. ولعلماء الكرد الدور المشهود في هذا الشكل من التأليف منذ القدم، بدءا بابن الصلاح الشهرزوري وانتهاءا بأمثال ابن الخياط القرداغي. وقد اطلعت متأخرا وبعد جهود كثيرة على مخطوط كتاب فتاوى فقهية لابن الخياط الذي كان في عداد المخطوطات المفقودة إلى ما قبل 4 سنوات، وقد قمت قبل سنة وفي جهد مشترك مع فضيلة دكتور فرهاد الذي هو جالس معنا بتحقيق جزء من هذا الكتاب فيما يخص آيات الأحكام من الفتاوى الفقهية، وقمنا بنشره في المجلة العلمية لجامعة صلاح الدين السنة الماضية. إلا أن الكتاب حقيقة هو مناسب للعمل فيه لأكثر من بحث ورسالة وأطروحة، لأنه يتكون من أكثر من 450 صفحة مخطوطة طبعا. والمهم في الأمر أن النسخة المتوفرة الوحيدة هي نسخة المؤلف بيده،
مع هذا فهو كغيره الكثير من هذا التراث الثري للعلماء بحاجة إلى التدقيق والمراجعة والدراسة والتحقيق وبيان المناهج في التأليف وتقديمه في ثوب ملائم علمي أكاديمي. والبحث هذا وتحت عنوانه نريد من خلاله إبراز الجانب المنهجي في المؤلف ونتكلم شيئا عنه. وقد قسمنا البحث إلى مباحث ثلاثة. في المبحث الأول تكلمنا شيئا عن المؤلف وحياته الشخصية والعلمية على سبيل التلخيص، ثم تكلمنا شيئا عن كتاب فتاوى فقهية، وفي المبحث الأخير والثالث تكلمنا عن المنهج المتبع من الشيخ عند كتابة هذا التأليف، وختمنا البحث بالخاتمة. فخلال هذا الملخص نريد أن نركز على ما يتعلق بالكتاب خصوصا. طبعا كتبت هنا أن لكتب فتاوى العلماء عموما أهمية كبيرة نظرا إلى أنها تتعلق بواقع أحوال الناس وتلبي في الأغلب حوائجهم وما يطرأ عليهم، فضلا عن كونها تبين وتقرأ من خلالها جوانب حيوية للمجتمعات، منها الجانب الاجتماعي وما يدور في مجتمع المفتي وما عليه عيش الناس من التطور، فضلا عن الجانب الاقتصادي والثقافي والحالة الدينية، بل هي متعلقة بوقائع تاريخية أو تاريخية ونفسية وغيرها. وكتاب فتاوى فقهية لابن الخياط في الحقيقة هي موسوعة لأبواب فقهية متفرقة، فضلا عن إلمامه بعلوم اللغة والتاريخ والتصوف والمنطق. أساسه كتاب آخر لابن الخياط وهو الأجوبة البهية على الأسئلة الهندية، لكنه أضاف ونقح وزاد وهذب إلى أن انتهى الأمر إلى هذا الكتاب. فكان رحمه الله على صلة بالكتاب يضيف إليه ويهذبه بين فترة وأخرى، إذ ألف الأول من الكتابين أي الأجوبة البهية عندما كان في كركوك سنة 1300 للهجرة، وله آنذاك من العمر 47 سنة. أما الثاني الفتاوى الفقهية فقد جمعه سنة 1309. والمؤلف رحمه الله ذكر لنا في المقدمة السبب والداعي وراء تأليفه، ومن خلاله نستشف مكانة المؤلف أولا ثم نتطلع على أهمية المؤلف ثانيا. إذ يقول رحمه الله: لما هاجرنا مدة إلى بلد كركوك أرسل إلينا بعض الأحباب الساكنين في دار السلام بغداد السيد محمود شكري أفندي الآلوسي وفقه الله للرشاد وسلك به مسلك الاستقامة والسداد. نعم، أرسل إلينا أسئلة جادت بها قريحة بعض أفاضل الهند لما جاء إلى بغداد، فالتمس منه جوابها ودفع شبهاتها، فنظرنا فيها بعضا من الساعات وشرحنا عبارات الأسئلة وكتبنا في جوابها ما حضر في البال على طريق الاستعجال. ثم يبدأ ويقول: فنقول وبالله التوفيق. فكان رحمه الله يراسله أكابر علماء بغداد في الفتاوى إذ هو معتمدهم، ثم التأليف كان تلبية لهذه الحاجة. ومعلوم من حياة الشيخ ابن الخياط أنه كما سبق رحل إلى كركوكا وبقي فيها سنتين، وبعد مكوثه في قرداغ لنحو هذا يعني السكن في كركوك هذا كان بعد مكوثه في قرداغ لنحو 18 سنة، ثم رحل أخيرا إلى بغداد سنة 1303 بعد طلب وإلحاح الأكابر من أهل بغداد. نعم. وفيما يتعلق بالمنهج ألخص وأقول: أولا رتب كتابه على الأبواب الفقهية المختلفة، حيث هناك كتاب الطهارة والصلاة وصلاة المسافرين وصلاة الكسوفين وكتاب الحج وغيرها، وعرض السؤال بصيغة سئلة وأجيب عنه مباشرة بعد عبارة أجيبة. ثانيا كان في متناوله معظم كتب الشافعية المنتشرة في المدارس آنذاك، وهو فضلا عن ذلك كثير الاطلاع عليها ويعرف دقائق الآراء فيها، فيستدل بأقوال أئمة الشافعية المعتبرين في الفتوى ويذكر آراءهم وتوجهاتهم وتصويباتهم وتصحيحاتهم حول المسائل المختلفة، بل زيادة على هذا يذكر تعارض أو اضطراب آرائهم بين كتبهم إن وقف عليه.
وثالثا يعتمد ابن الخياط في الأجوبة على أدلة الكتاب والسنة، بل نستطيع أن نقول قلما نتصفح ورقة من أوراق كتاب فتاوى فقهية إلا ونجد دليلا من الكتاب أو السنة أو منهما على الموضوع، ويعتمد عليه في الفتوى ويناقش من خلاله المسألة، بل زيادة على هذا كثيرا ما يخرج الحديث ويذكر ما قاله أئمة الشأن حول معناه، هذا فضلا عن نقل أقوال العلماء من الصحابة والسلف الصالح وعلماء وفقهاء المذاهب المختلفة. نقطة أخرى، له آراء خاصة وترجيحاته الشخصية لمسائل متعددة بعد أن يقوم بعرض الآراء المختلفة، فلم يكن جامعا فقط للآراء، بل كان يصحح ويرجح ويقارن ويعترض ويعلق ويستدرك ويبين، ويستخدم عبارات شتى طبعا للترجيح، منها المختار عندي أو الصحيح أو والظاهر أو والتحقيق أو وعندي أو وهذا هو الأظهر عندي وما إلى ذلك. نقطة أخرى، اتبع الأسلوب العلمي في طرح المسائل ومناقشتها بإيراد رأي المخالفين وأدلتهم وتحليل الأدلة وعرض الشبهات وبيانها، نعم، فضلا عن ذكر أصحاب الأقوال بدقة وأمانة. ومن النقاط الأخرى المذكورة حول المنهج، طبعا لم يحصر الآراء في مذهب معين أو يتعصب لمسلك على غيره، فهو مع كونه من فقهاء الشافعية وأكثر النقل عنهم في أغلب الفتاوى، إلا أن هذا الأمر لم يجعله ينحصر الرأي والفتوى عن فقهاء الشافعية، فهو ينقل عن الحنفية والمالكية وغيرهم، بل عندما يسأل عن مسألة في غير مذهبه يجيب وفق هذا المذهب وينقل آراء فقهائه. وهناك بقي أمور أخرى ولكن أدركنا الوقت، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله.